التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل بإذن الله. باب المغاربة، حارة المغاربة، حي المغاربة، والمليونيات التي جابت شوارع المغرب من أقصاه إلى أقصاه إسنادا ودعما وتضامنا مع إخوانهم الفلسطينيين، هو تأكيد على أن المغرب كان وما زال وسيبقى في قلب تطورات المشهد على صعيد قضيتنا الفلسطينية أو على صعيد المنطقة بشكل عام.